في بادرة ليست الأولى من قبل العتبة العباسية المقدسة لدعم أبناء محافظة النجف الأشرف بعد اجتياح جائحة كورونا العديد من المدن العراقية، لا سيما مدينة أمير المؤمنين عليه السلام. أوعز المتولي الشرعي للعتبة المطهرة بتوجيه من مكتب المرجعية الدينية العليا بإنشاء معمل لإنتاج غاز الأكسجين لسد النقص الحاصل في مدينة الصدر الطبية. بتوجيه مباشر من مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف، تم نصب معمل لتوليد الأكسجين الطبي في مستشفى الصدر وبسعة إنتاجية تقدر ب 105 متر مكعب في الساعة الواحدة. جاء ذلك على لسان وكيل سماحته سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، الذي بيّن أن هذه المبادرة هي واحدة من عشرات المبادرات التي تبناها مكتب سماحته لتوفير هذه المادة الأساسية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، من الله تعالى عليهم بالعافية والشفاء. ثلاث مكائن من مناشئ عالمية، سعة كل واحدة منها 35 ألف متر مكعب في الساعة الواحدة، أشرفت على تنفيذها وتنصيبها الكوادر الهندسية في العتبة المقدسة، إذ تعمل كل واحدة منها على تحويل الهواء الطبيعي إلى غاز الأكسجين الذي يستخدم في إنعاش المرضى والمصابين، مما سيعمل على سد حاجة مستشفيات محافظة النجف الأشرف. جاءت هذه المبادرة بعد زيارة الدكتور عدنان الكلابي إلى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله للإطمئنان على صحته. تشرفت بزيارة لبيت المرجع الأعلى والأب الحنون لكل العراقيين سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارث، وغرض الزيارة كان للإطمئنان عليه، ولله الحمد كان بأتم صحته وعافيته. وبعد الانتهاء دعا سماحته لكل العراقيين والمسلمين ولكل الإنسانية بالصحة والعافية وأبعاد شر هذا الوباء اللعين كورونا. فتطرقت لسماحته وتداولت معه حول أزمة النقص الحاد بتجهيز الأكسجين لمرضى كورونا، وهو العليم بكل دقائق الأمور لما يجري من صغيرة وكبيرة بالعراق. هو على الفور أوعز مباشرة العتبة العباسية للتصرف وبأقصى سرعة لإنشاء معمل الأكسجين السائد بمستشفى أو مدينة الصدر الطبية التعليمي، وفورا أوعز سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية مشكورا للكوادر الهندسية في العتبة بالمباشرة بإنشاء المعمل، وبعد التنسيق مع السادة مدير عام صحة النجف دكتور رضوان الكندي ومدير عام ومدير مدينة الصدر الطبية الدكتور عبد العال الغزالي لإجراء ترتيبات الموضوع. نفذت الكوادر وملاكات الهندسية للعتبة العباسية المقدسة معمل أكسجين بسعة 105 متر مكعب في مستشفى مدينة الصدر التعليمي في محافظة النجف الأشرف. المكائن والمعدات المستخدمة في المعمل هي كلها من مناشئ أوروبية رصينة ومعتمدة، وبالنسبة للعمل تم البدء بالعمل بالأعمال المدنية والهيكل الحديدي والتقطيع والتغليف إلى تنصيب المكائن وبقية الأعمال، تعرف كهرباء، الماء، المجاري، كلها استغرق تقريبا 40 يوم عمل متواصل. ما تتبناه المرجعية الدينية العليا من مشاريع داعمة وساندة لأبناء العراق كافة تجد فيها الملاكات الهندسية للعتبة المقدسة حاضرة وفي جميع المحافظات، فضلا عن محافظة النجف الأشرف التي شيد فيها معمل سيسهم في توفير مادة تعتبر ذات أهمية بالغة لديمومة الحياة.